حياكم الله مشاهدينا من جديد، يا مرحبا بكم ويانا في آخر فقرات صباح شارقة وفقرات الطبخ والتغذية، حيث يمثل المطبخ الإماراتي واحدا من المكونات الرئيسية أكيد في دولة الإمارات العربية المتحدة، وخاصة أنه يعتبر اليوم يعني الأكل الإماراتي جزء من التراث الشعبي لدولتنا الحبيبة دولة الإمارات. اليوم بنسوي شغلات كثيرة مدام اليوم المطبخ الإماراتي وأكلات حلوة كذا، لكن في البداية أرحب بالدكتورة لطيفة راشد. صباحك خير، حياة الله. صباح النور. أعتقد الحلقة اليوم مناسبة للأجواء الجميلة، الأكل الإماراتي دائما نتميز ان سعراتها الحراريه عاليه والجو اليوم عندنا جو مطير، يعني اكيد اقول ما دام اليوم يعني برا امطار وكذا ما شاء الله، يعني يبان الجيمات صح؟ يبان الجيمات وبراليط وثريد كل القائمه. نحب نتكلم دكتوره عن هذه الشغلات والاكلات الحلوه، لكن في البدايه بعد نصبح مره ثانيه بالشيف ماجد الصباغ. صباحك خير. صباح خير، اهلا بك وصباح خير لضيفتنا. صباح اكيد صباح خير للساده المشاهدين. طبعا اليوم راح يكون معنا مطبخ اماراتي، يمكن نعم. جمال راح يساعدني اكثر في لازم الطبخ اليوم. الطبخ الاماراتي لازم اساعد، عشق يعني الطبخ الاماراتي. اليوم جمال بيسوي لنا مجبوس، يقول مجبوس بلاليط ان شاء الله. طيب فراح يكون معنا المجبوس الاماراتي. طبعا المطبخ الاماراتي غني بالبهارات، يستخدم فيه كثير، متاثر هو في المطبخ الاسيوي نقول او المطبخ الهندي، فيكون معنا مزيج كثير من البهارات، والبهارات كويسه في هذا الجو لانه تفيد في الاجواء البارده، ممكن تفيد جسمنا. فبيكون معنا مثلا تشكيله من البهارات، معروف البزار الاماراتي، ممكن يكون معنا كمان استخدام الكمون، استخدام الهيل، استخدام بهارات ثانيه حسب طبعا نحن شو نحب اللي بيكون فيها. الترمريك او الكركم اساسي في البهارات، عندنا البهارات الكامله اللي بتكون القرفه اللومي، وكمان عندنا الهيل المسمار. كل هاي الانواع ممكن اللي مثل ما حكيت البزار الاماراتي بتكون فيه هاي البهارات مطحونه. عندنا الكوريندر المفروم ناعم، الطماطم، البصل، نستخدم الرز البسمتي، راح نطبخ بالسمن، نشوف تعليقات الاستاذه لطيفه على الموضوع. هو الاصل يعني. وراح نعمل مجبوس الدجاج، فمعنا دجاج كامل. راح يكون معنا كمان البلاليط اللي هي مشهوره جدا ك وجبة إماراتية، تقدم في المطابخ نحن نعرفها، ممكن تكون فطور على الأغلب، يعني هي وجبة فطور، لكن كمان بعض الأحيان تحسب على الحلويات. صحيح. لأنه يعني الحين في طرق جديدة في تقديمها، تكون مثلا مع الآيس كريم أو مشابه للتغيير يعني، فهي تنفع بين الفطور وتنفع أنها تكون كمان كطبق حلويات. وأكيد كحلويات وهذا الجو ذكرته الجيمات، فراح نعمل العجينة وراح نشوف كمان كيف بنطبقها. أنا راح أبدأ أول شيء في المجبوس. نعم. عندكم مدام بتبتدون بالمجبوس، يعني ببتدي حديثي مع الدكتورة لطيفة راشد، حياك الله ويانا. الله يحييك. اليوم يعني أجواء جميلة وحتى الأكل لذيذ، أكل نحن نحبه، لكن مثل ما تفضلتي في البداية وذكرتي أن الأكل الإماراتي يتميز بالدسومة، ممكن أن يكون فيه سعرات حرارية كثيرة، لكن اليوم نتكلم كيف ممكن نحن ناكل، ما نبتعد لأن مستحيل نبتعد عن هذه الأكلات، كيف ممكن نحن نتناول هذه الأكلات لكن بطريقة صحية بحيث أنها ما تضرب صحتنا. بداية أصبح على كل المشاهدين، واعتبر أحلى فكرة من أفكار فقرة التغذية اخترتوها اليوم، لأن أول شيء المفروض نعرف شو اللي إحنا قاعد ناكله ونعرف قيمته الغذائية. حلو. طبعاً متميز في أكلنا مثل ما تفضل الأستاذ جمال، أنه دائماً السمن هو الأساسي. فالسمن هو أكيد عالي في السعرات الحرارية، فمثلاً ملعقة الشاي أو الخاشوقة الصغيرة كلش تعطينا 9 سعرات حرارية، فما بالك الكميات الكبيرة، يعني مثلاً غرشة السمن أعتقد على 3 أو 4 استخدامات، فلا بد أول شيء من ناخذها يعني بالتدريج. فخلينا ناخذ كمثال صنف مثلا البلاليط. أوكي، فمثلا البلاليط يجب استبدال السمن بالزيت وتخفيف الكمية المستخدمة، فممكن يعني حد إذا يسمعني أو حتى شيف كوك يقول لي ما يصير هالكلام، حط الكمية الأكبر يكون زيت، يعني سوي نسبة وتناسب، وأخذ السمن نفسه كنكهة فقط، ولكن المادة الدهنية خلي الكمية الأكبر منه زيت، ولكن أنا ما أقول زيت الزيتون لأنه يغير النكهة، ممكن الزيت العادي، الزيت العادي، زيت الذرة أو أي زيت عادي، وضيف كميات قليلة جدا من
ممكن ايضا استبدال كميه السكريات اللي مستخدمه مثلا الحلويات الاماراتيه، نعم، سواء عصيده او خبيص او حتى البلاليط بالفواكه المجففه، يعني مثلا الزبيب احطه في البلاليط نفسه واخفف كميه السكر المستخدمه، او حلو. ممكن بالتدريج استغني عن السكر، او مثلا بالتدريج اخفف لين اوصل للنص وادخل فيه الفواكه المجففه وبالاخص الزبيب لانه ما يغير الطعم والنكهه. حلو. اعلي القيمه الغذائيه من خلال اضافه المكسرات. احنا نبي شيء يعلي القيمه وما يغير النكهه، لان دائما كل الشعوب يحافظون على نكهه طعامهم، نعم، اللي ياكلونه. فمثلا اعلي القيمه الغذائيه، اضيف مكسرات، اي نوع من انواع المكسرات حسب الشخص اللي فضله. البروتين ممكن رفع نسبة البروتين مثل ما تفضل الشيف، إضافة آيس كريم مثلا مثل الكريب اللي يأكلونه مع الآيس كريم، فنفس الفكرة تقريبا البلاليط. ولكن دائما مهما أنا عليت القيمة الغذائية، طريقة تحضير هاي الأطعمة يعتمد على الدهون، فلابد من تخفيف الحصص المتناولة. جميل. يعني مثلا لو متعودين إحنا ناكل غنشة أو صينية، نحوله لصحن، نحوله لأطباق صغيرة جدا نستخدمه مش كطبق رئيسي. جميل. كسويت أو حلو. كحلويات، مش كطبق رئيسي مثل فريوق، وهو عالي بالبروتين أيضا لأن فيه بيض. أيوة. هو عالي بالبروتين اوريدي، البلاليط انا اتكلم عنه. صحيح. فيه بيض. ايوه. في ناس ما تحب تغير الطريقه، يعني تقول لا اذا غيرت او قللت من السكر ممكن يطلع طعم البلاليط غير، فهنا تقلل من الكميه اللي ممكن يتناولونها بدل ما ياكلوا مثل ما قلتي يعني. ايوه. فاهم شيء في اي نوع من انواع الاطعمه البورشن سايز او الحصه الغذائيه تكون صغيره، او غير اطباقك حجم الطبق مثل ما قلنا، بدل غنشه او صينيه سوي صحن. نعم. صغير. ايوه. بالنسبه للهريس، يعني ما في احد ما يحب الهريس، الهريس وخاصه يعني حالات الهريس مع السمن. السمن. فالقيمه الغذائيه للهريس وفوائد الهريس. شوفي، القيمه الغذائيه هو يتراوح، في هريس يستخدمون فيه الدياي، وفي هريس اللحم. اللحم. وفي هريس يستخدمون لحم البقري، وفي هريس اللحم اللي يكون مرتفع فيه الشحوم. فأكيد القيمة الغذائية والحديد يكون أعلى في الهريس المستخدم اللحم عن الدجاج. نعم. الدجاج نفسه إذا استخدم جلد الدجاج رفع نسبة الكوليسترول والدهون، واللحم إذا استخدم الشحوم رفع نسبة الكوليسترول والدهون. نعم. دائما الفكرة الخاطئة عن الهريس إنه مرتفع في الألياف الغذائية، ولكن حبوب القمح اللي مستخدمة في الهريس تكون حبوب مقشرة فما فيها ألياف غذائية. وحبوب الهريس نفسه اللي يطبخون يعرفون ينقعونه في الماء ليلة واحدة، فهو القمح نفسه غني بفيتامين بي، لكن فيتامين باء أو بي يذوب في الماء، فنتيجة عملية النقع فلازم ما ينقعونه بماء حار أو مدة طويلة جدا. أيوة. يعتمدون على جذور الضغط العالي. نعم. في مشكلة كبيرة في الهريس، الحفرة هاي اللي بالنص السويمينج بول، هذا ما أعرف هذا ما أعرف ليش، فيكون كمية كبيرة، يعني عبوة السمن نفس عبوة السمن. أو في ناس صاروا يتشطرون يحطون معون يا فنجان قهوة يحطون السمن عشان الهدف رفع السعرة الحرارية ورفع مستوى كل ما زادوا السمن يكون الطعم احلى يعني. ايوه. وفي عادات بعض الشعوب يتناولون الهريس مع السكر. نعم. او مع السينمون او القرفه. نعم. اوكي، هاي ايضا يرفع. فاهم شيء الحفره هذه لا تسوونها. أكيد. خلوا الوجه مسطح وخفف كميه السمن او لا تستخدمها نهائيا. اكيد. نحن نستكمل حديثنا لكن بننتقل عند الشيف ماجد والشيف جمال. نعم. نحن بدينا في المجبوس مثل ما شفنا لحتى نعمل خيارات صحية مثل ما تفضلت الأستاذة لطيفة. ممكن نحن في ناس يقلون الدجاج في الزيت في الأول بعدين يطبخونه، أنا ما سويت هاي الشيء، مباشرة ممكن نطبخ الدجاج وأطيب لحتى ما يأخذ كمية كبيرة من الزيت. بالنسبة للبلاليط ممكن استخدام الزيت مثل ما حكينا مع شوية سمن كنصيحة كمان لتقليل القيمة الغذائية أو الحريرات. بالنسبة للسكر في البلاليط كمان ممكن يتحكم في كميتها، يعني ما نخلي سكر كثير، فهذا أمر مهم. نعم. طبعا البلاليط أو الشعرية بتكون محمصة لحتى نعملها لونين، هذا أمر. نعم. بحبوه في الإمارات. صحيح. أخ جمال،
بعدين نسلقها نفورها. نعم. وبعدين شوية سمن أو شوية زيت وسمن، نخلي السكر الهيل وممكن شوية من الزعفران، في ناس يحبوا يحطوا الزعفران كامل، أنا ممكن أحط الزعفران أو نقول مية الزعفران مو اللون. نعم. مية الزعفران، وبهي الشكل تكون البلاليط معنا جاهزة. طبعا في عدة طرق في الإمارات لتقديمها، في ناس اللي يخلون البيض جواها، في اللي يطبخ البيض بروحها. نعم. ويقدمها، هاي ترجع لأذواقنا. وما شاء الله الحين يعني المطبخ الإماراتي بدأ ينتشر وصار في مطاعم تقدم الأكل الإماراتي. صحيح. فيبتكرون طرق مختلفة. نعم. في التقديم. أنت شو عم تسوي لنا جمال؟ أنا سويت الطحين، هاي الطحين اللقيمات. حطيت المكونات، كان عندنا، أنا بقول إذا مكونات صح ولا لا. أوكي. كان عندنا سكر، كان عندنا شوية ملح، كان عندنا خميرة. صحيح. وكان عندنا شو الخلطة الأخيرة؟ اللي مثل الأعشاب هاي، نسيت اسمها. عنا الهيل. الهيل. الهيل موجود. الهيل. نعم. المطحون. نعم طبعاً القيمات إلها وصفات كثير في طريقة التحضير الإماراتية، ممكن تختلف من مطبخ للثاني. الحين نعم. بعد ما ضفنا كل النواشف نسميهم. نعم. نضيف الزبادي شوية لبن. نعم. ونضيف بعدين الماي، طبعاً كمية الماي على طول لحتى تطلع الوصفة ناجحة هي نصف كمية أو وزن الطحين، يعني نصف كيلو من الطحين يحتاج لكوب من الماء أو 250 ملل من الماء. بهاي الطريقة بتكون كويسة. شايفين ريحة؟ نعم. ونكمل عجن. ريحة البهارات واضحة، ما بعرف واصلة لعندكم ما أمل؟ أكيد ريحة يعني البهارات. ريحة يعني نحن يعني ننتقل عندكم. يا وعدتونا كيف نبارككم نبارككم في طريقتنا نحن. طبعا الشيف ماجد يسوي لنا مكبوس. ومعروف يعني العيش اللي نحن ناكله سواء مكبوس دياي، مكبوس لحم، مكبوس الربيان، ففيهم قيمه غذائيه عاليه. كيف نحن ممكن نتناول العيش او الارز بحيث انه يعني بطريقه صحيه، بحيث ان هذا العيش اللي ناكله نحن ما يضرب صحتنا. شوفي انا اول شيء ممكن اقول صنف الرز او العيش، هالصنف هذا مظلوم. نعم. لانه هو كصنف ما مش يكون مرتفع في السعرات الحراريه بهاي الكميه. نعم. طريقه اعداده دائما يعني في كل الشعوب مش بس في الامارات. نعم. اضافه كميه هائله من الدهون او السمن او حتى الاضافات على صوره مكسرات او طريقه قلي اللحوم المضاف له. نعم. فاهم شيء الصنف هذا نفسه يتم، ممكن إضافة المطيبات أو البهارات كلها، بالعكس البهارات تعتبر مضادة للأكسدة، وبالأخص الكركم يعتبر مضاد للأكسدة. نعم. والابتعاد عن الملونات الصناعية مثلا زعفران أو الكركم عادي كملون، في يعني خصوصا ممكن تشوفينا في المطاعم الرز بلون احمر او أيوة بلون، او في نشوف في اغلب الاماكن يحطون ملون الطعام، ملون الطعام احمر على اصفر، التترازين او السانست هذيله. نعم. الابتعاد عنهم افضل، الاعتماد على الالوان الطبيعيه. اوكي، بما ان قلنا نخفف فمثلا الصنف هذا المجبوس. نعم. يتميز ان فيه أنواع متعددة من البهارات. البهارات بصفة عامة تعتبر مضادات أكسدة، وفي منهم فيهم فيتامين سي. حلو. ولكن المشكلة في البهارات لازم ننتبه هني، البهارات دائما عند تحضيرها مش اللي بصورة صحيحة. نعم. البودرة يتم إضافة الملح، فلا بد من أخذ عين الاعتبار عند طهي الطعام تخفيف الملح، لأن البهارات الجاهزة المطحونة يضيفون الملح ملح. لإطالة فترة الصلاحية. نعم. لأنه يعتبر كمادة حافظة. وفي من الناس يحضر المجبوس يضيف مكعبات المرق. نعم. مكعبات المرق هاي تعتبر مصدر غني جدا للصوديوم، وبالأخص مونوغلومات الصوديوم اللي سبب رئيسي للصداع النصفي. أوكي، ممكن تحسين نسبة، يعني المجبوس يعتبر صنف جيد إذا ابتعدنا شوي عن الدهون وما قلينا مصدر البروتين سواء سمك او لحم او دياي، ولكن ممكن تعديل هذا الصنف بتقديمه يعني طبق سلطه او الروب. ولكن هو مثل ما هو متعارف، انا بقول لك في البيت عادي يكون في مثلا مجبوس لحم او دياي، يكون في عنده رويد، جرجير، خضرة، او سلطه، يعني اي نوع من انواع الخضار، او حتى ممكن ادخال الخضار او فواكه المجففه للصنف نفسه. حلو. يعني مش البطاطا مثلا،
الجزر، أي نوع من أنواع الخضار عشان أرفع القيمة الغذائية للصنف نفسه من هذا الطعام. وبعد أرد وأقول إحنا مشكلتنا الكمية، نعم، مو صينية، وهاي غيروا لي صحن كمية والغرف مو بالملاس ملعقة. لا ما يستوي شيء. يعطيك الصحة والعافية. طبعا نحن شاكرين لك دكتورة لطيفة على تواجدك معنا اليوم في استديو صباح الشارقة، شكرا لك، يعطيك الصحة والعافية. طبعا جمال مشغول. سبقت انا جمال، تركت يعجن الجيمات، لكن انا مجهز واحدة اكيد زيناها بدبس التمر. نعم. وهي السمسم بعد عشان نزيد قيمتها الغذائية. نعم، طبعا احنا وصلنا لنهاية حلقتنا مشاهدينا الكرام، وانا يعني ونهاية حلقتنا ونهاية الفقرة، كل الشكر والتقدير للدكتورة لطيفة راشد والشيف ماجد الصباغ على اليوم الأكل الإماراتي والفوائد اللي بنقدر احنا نستفيد منها وكيف نتحكم حتى في طريقة غذائنا. تقبل منا تحياتي مشاهدين الكرام، أخوكم جمال السميطي، وعلى أمل نلتقي فيكم إن شاء الله في حلقات قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشوفكم باكر مشاهدينا في حلقة جديدة، وفي أمان الله.